ايه يا عزم؟ نادي المواد المواعيد البدري دي كنا عايزين ننام. انا قلت انك مش جاي، تاخد بق شاي؟ هاخد. والله انا ما كنت جاي بجد يعني، بس كان عندي مشوار في القريب. قلت يا واد انت مش خسران حاجه. انت ليه كلامك ناشف كده؟ بتحسش؟ ما جواكش قلب بيدق؟ من غير كلام الافلام بتاعك ده، وقلب بيدق وقلب بيهق. انا نفسي بقول على نفسي كده، ما عنديش احساس. ما تضحكش عليا، انا عارف ان جواك قلب زي قلب العصفور. قلب ايه؟ عصفوره. حلوه قلب عصفوره دي، مثير للجدل. يا عزة انا ما ينفعش اعيش في حر الدعدش بقلب عصفوره، اطق اموت. كل مكان تحط فيه عينيك تلاقيه شكله وحش غب، واحنا كمان اللي جوانا يغب. انا عايز قلب العصفوره اللي بيعرف يحب. انا عارف انه موجود هنا. موجود فين؟ هنا يا سعيد. يا بنت انت مش فاهمه حاجه خالص، مش دريانه، عايشه في ميه البطيخ. الله يسامحك، ما انا عايشه معاك في نفس الحاره دي، بس بعرف احب. اوه انت خنقتيني، عايزه ايه بالظبط؟ سعيد انا اسفه. طيب حبيبت القصه دي مش نافعه، صدقيني مش نافعه يا عزه. سعيد انا بحبك قوي، شايفك قدام عيني ليل ونهار. طب ما نشوف كنا رايقه كده نكن فيها بدل القعده اللي تشبه دي. نعم، هو انا بقول لك بحبك عشان تاخدني في حته مداريه؟ وهي اخرتها؟ انت اللي بتسال عن اخرتها، انا اللي المفروض اسال. لا وقت للحب، انتهى الامر. انا هتكل على الله، فرصه زي النيله، اشوفك امس ويبقى حاسبه على الشاي، ما خدتش منه غير بق. فوق يا سامي البرومبا، ما تعملش في نفسك كده، خيرها في غيرها. بس انا عايز دي يابا، والقلب وما يريد بقى اسطى فرغالي، ما ينفعش غيرها. ينفع يا سلامه، ما يقدر على القدره اللي ربنا. خلص شغل الزبونه اللي في ايدك دي، خليها تمشي، وبعدين احنا نقعد نتكلم زي ما احنا عاوزين. فهي الفرده خلصانه اهي. ولما هي خلصانه قاطعني جنبك ليه؟ بالراحه بالراحه يا مستاذين سماره، ربنا خلق الدنيا في ست ايام. اصل واقف سارح وانا واقفه على رجلي واحده. الجدع بيحب وقلبه مجروح. اما انك فايق ورايق يا عم فرغالي، انا من هنا ورايح هسميك سلامه، سلامه ابو قلبي مجروح. انت مش حد كاسمتك؟ ايه لازمته كتر الكلام؟ يلا نجري من هنا. بتلاغيك يا اف. فاشر انا لاغي ده؟ ليه؟ من قله الرجاله ولا من قله الرجاله؟ ما انت اهو قدامي زي القمر. ما لقيتش غير المدهول ده. لما تقعدني يابا انا قاعد على قهوه. بالسلامة يا اف. كنا بنقول ايه بقى يا جميل؟ دخلتك عليها رز بلبن ما يعلاش عليه. شوف يا اخويا الراجل اللي سايب الكلام المفيد وقاعد يتغزل لي في الرز. هنعمل ايه؟ فهمني. احنا هنعمل ايه؟ هنستنى لغاية ما يشاوروا بعض ويردوا علينا. مش خمسة كتير يا رجب؟ ما نخليهم ثلاثة. انت وليه انت عايز تبيع بنتك بالرخيص ليه؟ ما هو انت لو من نسوان العدلة كنت دبقتي نفسك وحوشت لها. وكان مين اللي جهز لك البيت اللي قبل كده؟ مش تدبيقي وتحويشي اللي كل ما كنت تعتر فيه تقوشه؟ وبعدين ايه دخل الشبكه في جهاز البيت؟ مو احنا هنجهزها منين؟ احنا عيلتنا حاجه. يا لهوي، لو انت عايز تبيع الشبكه عشان تجهز البيت ده فرغالي ياكلك صاحي. وايه اللي هيعرف فرغالي يا اختي؟ بصي، احنا اول ما ناخد الشبكه هنروح نجيب واحده صيني شبهها بالظبط، وحليني بقى على ما يجوا يتعذروا فيها ويبقوها، يكون بقى معاهم عيل ولا اتنين. وإذا بعتها لك بعيالها يا فالح هتعمل إيه؟ يا عالم بقى ساعتها الواحد هيبقى عايش ولا ميت. بس خمسة كتير، وفرغالي مستكترهم، والواد كويس، محدش لاقي عرسان اليومين دول. الواد هيجيب أبوه على ملا وشه، لأن الواد حابب البت وشاريها. بس أنت بقى كلمي بنتك، لأن أنا شايفها مرخمة على الواد آخر رخامة. موكوسة، بس هكلمها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهي الموكوسة جت بدري وعينيها منفخة من العياط، شكلهم كده طردوها من الشغل. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا برنس؟ انا لسه ماسح الكرسي كويس. قصدك مليطه بالفوطه الكزره بتاعتك دي.
عيطوا يا زي الفل اهي. اللهم طولك يا روح. ايه يا عم انت هتوقف لي كده؟ مستني لما الدرس يخلص واعرف هتشرب ايه. خلص هات لي حلبة يا اخويا بحليب. طب والدرس؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نزيه يا اخي انا حاسس بيك، انت تعبان في الحاره بتاعتنا دي، اصلها مش عايزه الحنتفه والحفلاطه بتاعتك دي. وانت رغاي ورخم يا عم. روح شوف شغلك يا عم وهات لي علبه بحليب. وعندك حصى ميزه سكر بوسطة لبرنس الليالي. صباح الفل يا برنس. اهلا. ازيك يا درش؟ ايه يا عم كل ما اروح حتى اقول لي مصطفى الملزق مصطفى الملزق، انت اشتهرت ولا ايه؟ ما انت اللي مدوخني عليك يا برنس. ايه يا سيدي؟ بقى يا سيدي الموضوع وما فيه، انا واقع على حته موزه عليوي قوي وعايزه ترسم قدامها رسمه جامده. طب وانا ايه دخلي بالموضوع ده؟ ده انت الموضوع نفسه يا برنس، عايز اجر عربيتك يوم بحال. لا يا حبيبي عربيتي ما يركبهاش حد غيري. بص يا عم انا عارف ان انت بتشغلها زفاف وافراح واللازم منه تمام، وانا مش هعطلك شغلك، هاخد العربيه الصبح ارجعها لك المغرب. انسى 300 جنيه يا برنس. انسى وهفولها لك كمان. يا عم بقول لك انسى يا برنس، ما تبقاش نمك، خد كل الضمانات اللي انت عايزها. ضمانات يا مصطفى؟ ده لا تاكل، ده انت ضايع يا برنس. 450 جنيه وده من الاخر، ده اجعصها فرحه ما بتخرجش منه غير ب 200 جنيه. مليون جنيه في جيبي وهي جنبي يا حبيبي. يا برنس دي 100 جنيه عربون، وبكره اما استلم العربيه تاخد باقي فلوسك. هتمضي شيك؟ امضي يا برنس. وصل؟ ماشي يا برنس. عايزها امتى؟ بكرة الفجر يا برنس. ليه يا عم بدري كده؟ اصلا انا هطلع العين السخنة انا والبيت اقضي اليوم هناك وهجي لك قبل المغرب. اوعى توسخ العربية يا مصطفى. والنبي يا اما سيبيني في حالي، انا اللي فاقية مكفيني. مالك؟ العفاريت راكباكي ليه؟ ها؟ رفدوكي من المصنع؟ مصنع ايه يا اما اللي بتتكلمي عنه ده؟ انا مخنوقة شوية. يا حبيبتي تعالي يا حبيبتي في حضن امك، فضفضيلي يا حبيبتي. بس يا حبيبتي بس بس. اتكلمي يا حبيبتي وفضفضي. ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. بحبه ياما. هو مين ده؟ سلامة؟ سلامة مين ياما؟ ده اللي أنا بحبه، ده ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. رايدك وشريكي في الحلال. وأنا مش لبيع ياما ومش عايزة حد يشتريني. العلام والتلفزيون بوظ مخك. هو مين بقى ده يا حبيبتي ننوس عين أمه اللي مشحت في قلبك الشحتفة دي كلها؟ سعيد البرنس. يا لهوي، سعيد البرنس؟ والله ما كدبت لما قلت عليكي موكوسة بصحيح. يا بنت البرنس ده فرد حمام طاير في السماء ملوش مالكة. لا وساعة الجد ده إن حصل جد هتبقى عواطف حماتك. إحنا يا حبيبتي لا قد عواطف ولا لسان عواطف، عيطي على كيفك. استني بس يا أما والنبي. إيه عايزة إيه؟ عايزك تكلمي خالتك اللي ليها دلالة عليه. يا بنت ده أنت مخطوبة وعريسك كان هنا النهاردة الصبح هو وأبوه، أكلم إيه ونيل إيه؟ أنا غلطانة إن أنا اتكلمت معاكي. طبعا غلطانة، والغلط راكبك من ساسك لراسك. يا بنت ده عيل صايع، لا شغله ولا مشغله، ما وراهوش غير الرقص في الافراح. وبعدين يا حبيبتي الحب ما بيتشحتش. وانت ايه اللي عرفك انت عن الحب؟ انت فتحت عليك لقيتي نفسك اتجوزتي يا ابويا. سيبك مني انا وخلينا في بلوتك انت. انت بتقابليه؟ كنت معاه. يعني ما رحتيش المصنع؟ مصنع ايه يا ما اللي بتتكلمي عنه؟ انا النهارده اجازه. وقابلتيه فين بقى ان شاء الله؟ ها؟ اوعي يا بنتي يكون ضحك عليكي بكلمتين وخدك شقه. هو انا عيله صغيره ولا حد قالك عليا يا بنت لا مؤاخذه؟ الحمد